Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد اليوم في اللغة الإنجليزية. وهنتكلم على حرفين من حروف الجر المهمة وهي الباي والويد، واللي الكثير من الطلاب يجد صعوبة في فهم استخداماتهم المتعددة والغير ثابتة. اليوم أنا هحاول إن شاء الله أغطي هذا الموضوع بشكل كامل قدر الإمكان. ونصيحتي لك عندما تدرس حروف الجر حاول ألا تدرسهم كمعنى محدد في اللغة العربية وتترجمه في نفس المعنى في كل الجمل، ولكن أفضل طريقة أن تدرس حروف الجر هي أن تدرسها كاستخدامات. هذا يستخدم مع الكلمة هذه، هذا تستخدم في المواصلات، هذا تستخدم كذا، خلاص أنت احفظها بهذا الشكل. هذه أفضل طريقة تريحك في استخدام حروف الجر. طيب، في هذه الجهة أنا وضعت الباي، وهذه الجهة أنا وضعت الويد، وتعالوا نشوف كذا ايش استخدامات الباي. يقول لك الباي اذا جاء بعده فعل تضيف له اي من جي، وهي خذها مني قاعده للامام، اي حرف جر ياتي بعده فعل يضاف له اي من جي. عيد يا استاذ مراد لو سمحت. اي حرف جر ان اون اد تو ويذ ويذاوت فور اباوت، اذا جاء بعدهم فعل ضيف للفعل اي من جي. قاعده ثابته، احيانا في استثناءات لكن هي قاعده ثابته، مثل تو. التو احيانا ياتي بعده فعل مضاف له اي ان جي، واحيانا لا، مثل اي لايك تو جو. مش هذا موضوعنا، نرجع بس اهم شيء انه اي حرف جر بعده فعل تضاف له اي ان جي. هو جاب لك هذه القاعده، باي اذا جاء بعده فعل تضيف له اي ان جي. طيب باي ايش معناتها اصلا يا استاذ مراد؟ عموما في اللغه العربيه معناتها بي او بواسطه. فهي يقول باي ستادينج هارد، بالدراسه بشكل جاد. By using my car، باستخدام سيارتي. By using my key، باستخدام مفتاح. واحد يقول يعني حطها في مثال يا استاذ مراد. يا اخي انت you will success، انت سوف تنجح. By studying hard، بالدراسه بشكل جاد. انا دخلت الى بيتي او انا وصلت المكان الفلاني by using my car، باستخدام سيارتي. I got into my home، انا دخلت داخل بيتي. By using my key، باستخدام مفتاحي. ولا هذا الحال يعني. طيب الحالة الأولى، هذه الحالة الثانية. يقول لك أن تستخدم الباي للتحدث، يأتي بعدها بعد الباي إما communications، طريقة التواصل اللي تتواصل فيها مع الآخرين. communications يعني التواصل، مثل I will contact you by email، أنا سوف أتواصل معك بالإيميل. أو I will message you، أنا هرسل لك مسج باي تكست نصية. أو قد تكون ترانسبورتيشن، يعني قد تأتي بعد الباي المواصلات. ترانسبورتيشن معناتها المواصلات. كوميونيكيشنز التواصل، ترانسبورتيشن المواصلات. مواصلات يعني ايش؟ مواصلات التنقل. طيب أحدهم يقول I will travel، أنا سوف أسافر. باي كار، باي بوت، بالسيارة، بالقارب، باي تاكسي، باي بلين، بالتاكسي أو بالطائرة، باي ترين، بالقطار. وعلى هذا الحال، إذا يا أستاذ مراد أنا فهمت منك الآن لحد الآن إن الباي يأتي بعد فعل مضاف له أي إن جي، ممتاز، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، نستخدم بعد الباي طريقة التواصل مع الآخرين بالإيميل، بالتكست، الرسالة النصية، ممتاز. أيضاً يأتي مع طرق النقل، يعني التنقل. انت كيف وصلت الى باريس؟ والله انا اي ترافل، انا سافرت باي بلين، باي ترين، باي كار. وعلى هذا الحال بالطياره بالسياره. الحاله الثالثه انه الباي تاتي يعني بعد الصفه. كيف بعد الصفه يا استاذ مراد؟ يعني اي واز سربرايزد، انا كنت متفاجئا باي ذا نيوز، من الاخبار. يعني هتقول انت مش قلت ان الباي معناتها بي او بواسطه؟ ما هو عشان كذا انا اخبرتك ونصحتك في البدايه انه لا تحفظ حرف الجر كما هو، واستخدمه كاستخدام. ياتي مثلا سربرايز باي، احفظها بهذا الشكل. يعني يا استاذ مراد انا يعني كذا انا فاهم منك انك تقول سربرايز باي، شوكت باي، مصدوم من موته. I was shocked by his death، أنا كنت مصدوم بموته. يعني أنت كأنك يا أستاذ مراد تقول سربرايز باي، شوك باي. هي بتيجي كده. أيوه، أنت وصلت للنقطة اللي أنا حاب أوصل لك إياها. أنت إذا حبيت تقول
يعني كل ما أردت أن تقول أنا كنت متفاجئ من الموضوع الفلاني فعليك أن تحفظ سربرايز باي. يعني لا يأتي حرف جر مثلا غير باي في هذا الموضوع بالضبط. وشوكت باي مصدوم من موته أو مصدوم من عبد الله فعليك أن تقول شوكت باي. ممتاز. أنت بالطريقة هذه بتحفظها وتريح بالك من الترجمة اللي هي إيه تعبتك، إنه باي معناتها بواسطة، فكيف جاءت هنا يعني متفاجئ المفروض تقول ايش من الاخبار، فهذه هتتعبك. فافضل طريقه انك تحفظ سربرايز باي شوكت باي وخلاص. لما تقول كل ما اردت ان تقول انا كنت متفاجئ من الاخبار او مصدوم من موته فعليك ان تقول سربرايز باي وشوكت باي. كذا انت بتريح نفسك وتخرج من دائره الترجمه اللي بتتضارب داخل عقلك. ايضا في استخدامات مختلفة للباي. مثلا الباي يعني يأتي بمعنى بالقرب، فتقول I live by the river، أنا بعيش بالقرب من النهر، أو by the sea، أنا بعيش بالقرب من البحر. أحد يقول يعني أحدهم يقول يا أستاذ مراد يعني الباي دحين معناتها بالقرب ولا معناتها هي معناتها كما أخبرتك بي أو بواسطة، هذه بشكل عام، لكن أحيانا تجد معنى بالقرب، هذا معاني مختلفة لها. أحيانا لما أنت تحب تقول في الجملة الفلانية هي أكبر مني بثلاث سنوات. أيوة أنا كيف أقول بثلاث سنوات؟ She is older than me by 3 years. يعني كل ما أنا أحب أقول أنا أكبر منك بسنة، هي أكبر من فلانة بسنتين، أستخدم by. ممتاز. كل ما أردت أن أنا أقول يا أستاذ مراد أنا كنت متفاجئ من أو مصدوم من استخدم surprise by shock by. ممتاز. كل ما حد أن أنا أتكلم على التواصل الكوميونيكيشنز مع الآخرين استخدم by email by text by gmail by كذا. ممتاز. طريقة التنقل أنا سوف أتنقل by car by bus by كذا. ممتاز. إذا أنا حبيت أن أضيف فعل فأنا أضيف الفعل ing. نعم هذه هي خلاصة الباي إذا أردت أنك أنت تسهلها على نفسك. تقريبا هذا استمرت كل الاستخدامات تبع الباي. حقيقة ما أستطيع أن أعطيك كامل، ولكن أنا بعطيك بما يعادل 90%. يعني في أحيانا كلمات نقول مثلا بالباي باي ميستيك، بالخطأ. في كلمات تقول أنا اتصلت إلى فلان باي ميستيك، بالخطأ. باي ميستيك يعني بالخطأ، هذه يعني تحفظ. واحد يقول يعني انا ارجع يعني اتحدث مع الاشخاص اللي يقولوا لي يا استاذ مراد انا اريد معنى محدد للباي، لا يوجد. للويذ لا يوجد، ريح بالك اذا تحتاج معنى محدد انت كذا يعني بتعاند نفسك. طب ايش افضل طريقه؟ افضل طريقه كما اخبرتك انك تحفظ الباي ياتي مع ايش وتحفظه حفظ بهذا الشكل. كذا انت تريح نفسك. احيانا تجي لك مثلا كلمة باي تشانس، هذه معناتها بالصدفة، أنا قابلت فلان باي تشانس بالصدفة. تمام؟ فأنت تحفظ الطريقة وأنت بتتكلم مع شخص في السوبر ماركت فيقول لك كيف تحب أن تدفع؟ تقول له باي كاش. باي كاش أو باي كريدت كارد. طريقة الدفع تبعك باي كاش باي كريدت كارد، وعلى هذا الحال باي أكسيدنت. اكسيدنت لما تطلعها الوحده معناتها حادث، لكن باي اكسيدنت ايضا معناتها نفس باي تشانس، قريبه منها بالمصادفه بالحظ، جت معك باي اكسيدنت، جت معك بالصدفه او بالحظ. هذه كلمات انت هتحفظها انت مع التكرار. هذا بالنسبه للباي. اتمنى اني اكون تقريبا غطيت 90 الى 95% من معنى الباي واستخداماته المتعدده اللي يتخربط فيها كثير من الطلاب وانا حاسس فيهم. ننتقل للود. الود صراحة بسيط، أبسط تقريبا من الباي، وهو بمعنى مع، وتقريبا معروف إن احنا أحيانا بنقول I don't drink tea with milk، أنا لا أشرب الشاي مع الحليب، أو الثاني يقول لا أنا I drink tea with milk، I like tea، أحب الشاي with milk مع الحليب، with sugar مع السكر، طبعا عكسها without بدون، ولكن مش وقتها الآن يعني.
لكن اجمالا الويب يستخدم مع ايش يا استاذ مراد؟ يستخدم مع البادي بارتس، اجزاء جسم الانسان بتستخدم لها ويب، مع التولز الادوات او يعني الاداه الفلانيه، السكين، الشوكه، الملعقه، يعني المطرقه، هذه الادوات اللي بنستخدمها بنستخدم معها ويب، وهنشوف امثله عليها. الويب ايضا يستخدم مع الانسترومنتس، الادوات الموسيقيه. يعني ايش ادوات موسيقيه؟ جيتار، عود، بيانو، ادوات موسيقيه اسمها انسترومنتس، هذه يسموها الادوات الموسيقيه انسترومنتس. تعالوا نشوف امثله على الموضوع هذا. احدهم يقول I eat with my hand، هذا جزء الهاند، احد اجزاء جسم الانسان، انا باكل بيدي. يا استاذ مراد، يعني الود هنا مش معناتها مع، ما يعني مش ما قلت اليوم انا اكل مع يدي، هنا صارت الود معنى بي. صحيح، انا باكل بيدي. طيب she pointed، هي اشرت with her finger، باصبعها. she pointed، point يؤشر، she pointed with her finger، هي اشرت باصبعها. اذا هنا معناتها بي وهنا بي، ها يعني استاذ مراد الان كان الويد معناتها مع او بي. ممتاز، ممكن توصل لهذه الترجمه. صحيح، they fixed the car with hammer، هم اصلحوا السياره بالمطرقه، بالمطرقه with hammer. اذا لاحظ hammer وfinger وhand، هذه ادوات اما جسم الانسان hand او ادوات hammer، اللي ادوات بنستخدمها. You should eat، احدهم بيكلم ابنه او صديقه او اخوه، انت لازم او يجب عليك انك تاكل with fork، بالشوكه، with spoon، بالملعقه. الفورك والسبون هذا يعتبر ادوات كما اخبرتكم، المطرقه، الملعقه، الشوكه، السكين، نايف. يعني استاذ مراد انا احفظها كده with بمعنى مع، مثل كلمه مع الحليب او مع السكر، احب الشاي مع السكر مع الحليب، او بمعنى بي، وتيجي معاها اجزاء جسم الانسان. ايوه انا بكتب بيدي، I write with my hand، هي كتبت هذا الشيء بيدها، she wrote that with her hand، بيدها كتبته يا اخي. تمام، تقريبا هذا بالنسبه للويد. ايضا تيجي الويد احيانا بمعنى يعني، او تيجي مع كلمات مثل ما انا اخبرتك هنا، نتيجه سربرايز باي وشوك باي، هنا تاتي happy with angry with، انا مبسوط من المدرس الجديد، او angry with، انا غضبان من الوضع اللي حصل لي. مثل are you happy، احد يسال are you happy with the new teacher with the new lesson، ها مبسوطين في الدرس الجديد. انا بسالكم are you happy with the new lesson of today، تبع اليوم، ولا are you angry with the lesson، ولا زعلانين من درس اليوم. دائما وابدا انا اقول وانصح اعزائي الطلاب، عندما تدرس اللغه الانجليزيه حاول تبسطها على نفسك، وطريقه التبسيط تكون بانك انت تستخلص الموضوع وتطلعه او تستخرجه بنقاط اساسيه، مثل الويد كما اخبرتكم تاتي بعدها فعل مع اي ان جي، بطريقه التواصل دائما كوميونيكيشن تاتي بعد الباي، طريقه التواصل، المواصلات، التنقل، سربرايز باي، شوك باي، تحفظ بهذا الشكل، باي تاتي بمعنى بالقرب من، احيانا لما تقول انا اكبر منك بسنتين بثلاث سنوات تستخدم باي، لما تقول نحن نبيع بالكيلو او نبيع بالفئه الفلانيه باي كيلو، باي جرام، باي الويد تاتي بعدها ناون، هذا ياتي بعده فعل مع اي ان جي، هذا ياتي بعده ناون، وعاده الناون هذا يكون بادي اوف بارتس، اجزاء جسم الانسان، او الادوات، أو أدوات موسيقية، وأخذنا عليها أمثلة، وتحفظ happy with وangry with دائما تأتي بهذا الشكل، تحفظها وتريح نفسك. أتمنى أن يكون أنا غطيت الدرس هذا قدر الإمكان، أنا عارف أنه مدوخ طلاب كثير، وبحثت عليه في الإنترنت، وجدت اللي بيتكلموا عليه قليل جدا وليس بهذا الشكل الكامل. Thank you very much for your listening. See you soon. Good luck. لا تنسوا الاشتراك والتعليقات إذا عندكم أي أسئلة. وتشيروا مع زملائكم يستفيدوا منها. Good luck، حظا موفقا، and see you soon، أراكم قريبا. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Today
I'll be talking with you about two important prepositions in English language, by and with. Many students still confused at using these kinds of prepositions. Well, because they don't understand what is the difference and what are their uses in English language. So today, I'll be talking with you about by and with. Well, in brief, I would like just to shorten the time for both of us, for you and for me. You have to understand that by follows by. There, it will be added ing. So if you use verb after by, you have to add ing after the verb. If there is by and there is verb, you have to add ing to the verb. This is not just only by, any preposition in English language, in, on, add to, with, for, without. If you put a verb or there is a verb comes after them, you have to add ing. Of course, there is exception, just like to. I like to go, not to going. But in general, this is a rule in general English language. If there is any verb after preposition, the verb should be added or has to be added ing. Now, here, verb with ing, for example, by studying hard, someone say, talks to his friend, you will success if you, or by studying hard. How did you get into your home? By using my key. How did you get to your home? By using my car. So if you use by, using, by studying, this is very easy, I think, for you. Number two, you use by with communications with people or transportation. What do you mean by communications? For example, if you say, I will contact you by email. Email is a way of contacting, communicating with people. I will contact you by email, or I will message you by text. Also, transportation, you say, I will travel by car, by boat, by taxi, by plane. So this is the way you are traveling or moving to. Number three, you put adjective plus by, just like surprised by, shocked by. For example, I was surprised by the news, or I was shocked by his death. Some people say, I don't understand these grammars well because by is not clear in the translation. Well, take my advice and try just to keep the uses of by. By plus verb plus ing. This is easy. And you use by with communications, like by email, by text. And by with transportation, how did you move, how did you go? Travel by car, by taxi, by plane, by train. And also, you keep it just like that. Surprised by or shocked by. This is in brief. Is this everything about by? Of course not. You can also use by when you say, I live by the river. By the river or by the sea means that it's very near to me. The sea or the river is very near to me, very close. I live by the river, I live by the sea. There is another use also you can use by, in this example, she is older than me by 3 years, by 2 years. I am older than you by 1 year. Tom is older than me by 5 years. So he's older than me by 5 years. We don't sell here tomatoes by kilo. Or we sell here by kilo. So by kilo, this is by gram, and this is the uses of by. I hope I covered everything about by for today. Let's move now to with. With, to be honest with you, is much easier than by. We use with plus noun. If you put here a verb with ing, here you use with a noun. And in general, with means I don't drink tea with milk, for example, with milk, tea with milk, tea with sugar, okay? With in general is used with body parts, like hand, like
eye like leg, or tools like just like knife and hammer or spoon, fork, or instrument. Instruments is just like which is related to the music, a guitar, drum. These are instruments. Let's have a look at this example. I don't drink tea with milk. I eat with my hand. My hand is body part. She pointed with her finger. She pointed with her finger. They fixed the car with hammer. They fixed the car with hammer. You should eat with fork. You should eat with fork or with spoon. So in brief, you can use with plus noun. This noun might be body parts, tools, or instruments. Also, you keep it just like that. When you ask someone, are you happy with, not by or from or of. This is in general. Happy with. Are you happy with the new teacher? Are you happy with your new car? Are you angry? Are you angry with new teacher? Are you angry with? This is what you need to understand about by and with. I hope you understood everything well. That's all for today. If you have any questions or any comments, I'll be glad to answer them. You can write them down. Thank you very much. And don't forget to subscribe. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murat talking to you. Good luck and see you soon. Goodbye.